قادر، عندنا نص لتر الحليب، جوج بيضات، جوج كيسان ديال العنب بعد الطحين رطب، نص كاس ديال الزبدة مذوبة، عندنا مغرفة صغيرة ديال الخميرة، قبيسة ملح، وساشيات فاني، والسكر على حسب الحلاوة اللي كتبغيو. انا هنا غنعمل 3 ديال المغارف ديال السكر. كنضيفوا المكونات ديالنا في الخلاط الكهربائي، ضفنا الحليب، الزبدة، السكر، انا هنا 3 مغارف السكر، خميرة، ملح، ولافاني. كنضيفو جوج بيضات ديالنا، المستوى اللي عملنا في الخلاط الكهربائي نطحنوهم ونرجعو لكم باش نضيفو الطحين. دابا نضيفو جوج كيسان ديال الطحين من بعد ما طحنا السوائل، كاس الاولاني، كاس الثاني، ونطحنو عاوتاني حتى الخليط يرجع ثقيل. هذه هي النتيجة ديال الخليط من بعد ما طحناه. ثالث كليب ديالي باقي خصني غير نزوقو، انا هنا غنزوقو بشوكولات وبنان. هنكريب ديالي بشوكولات، هذه هي النتيجة الأخيرة، كيجي لذيذ. هنا أنا عندها كريب ديالي بشوكولات، ثم درنا باش ما بغيتو تزيد كيبقى اختياري. خليكم معنا حتى نعملوهم في صحن التقديم. النتيجه الاخيره ديال الكريب ديالنا، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه ودعموني بلايك باش يوصلكم ما هو جديد. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.